رضيع من تينيسيس يعلق في آلة لبيع الألعاب النقدية. كونان لابيرت الرضيع صعق أهله من الرعب لدى توجه الطفل إلى آلة لبيع الألعاب النقدية في مارفل تينيسيس. الرضيع البالغ 18 شهرا كان بصحبة جدته ديان أونيل التي قالت أنه كان يلهو برافعة صغيرة بالقرب منها. تلقت الجدة رسالة فغاب نظرها عن كولين الذي توجه نحو قسم الألعاب وعلق هناك في الآلة حتى جاء رجال الإطفاء وأخرجوه. وتقول العائلة أن ولدهم لطالما استطاع التسلل من خلال الأماكن الضيقة